ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، يعني مدى التزام المخابز بالأسعار والأوزان؟ ما أنا مش هخش أوزن كل رغيف عيش، فيعني نكتشف إزاي مدى التزام المخابز بالأسعار وبالأوزان أيضا. أولا تحياتي لحضرتك أهلا بك. ومشاهديك الكرام. أعتقد يمكن صدر أمس قرار معالي الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية طبعا بقرار وزاري بتسعير سعر الخبز السياحي من خلال وجود يعني قائمة على واجهة المخبز، من خلال طبعا الخبز السياحي إن شاء الله هيبقى 80 جرام، ده زي ما حضرتك فرضت في تقريرك بجنيه ونص، ايضا ال 40 جرام هيبقى 75 قرش، في بجيك اللي هو 25 جرام ده ب 50 قرش، ده اللي بيستخدم فيه السندوتشات. ايضا بالاضافه كمان الخبز الفينو ده 50 جرام هيوصل تقريبا بجنيه ونص، ده يتقسم اثنين حضرتك، ايضا 35 جرام هيوصل جنيه. عايز اقول لحضرتك طبعا طبقا للتوجيه الوزاري، يمكن كان في خلينا نتكلم من يوم حوالي 16/4 كان في اجتماع موسع مع معالي الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجاره الداخليه، طبعا مع رئيس شعبه المخابز الحاج عبد الله تراب وايضا الحاج عطيه حماد، وطبعا والعديد من اصحاب المخابز السياحيه بالمحافظه ومحافظه القاهره، وطبعا على راسهم الساده طبعا مديري مديريات القاهره والجيزه والقليوبيه. عايز اقول لحضرتك يمكن من خلال الاجتماع ده وصلنا لنتيجه طبعا بعد توفر الدولار، وطبعا في من معرفة الدولة المصرية أيضا أصدر استقرار السوق واستقرار الأسعار دي. يمكن حضرتك تعلمي ومشاهدينك الكرام يعلموا أن يمكن خلال الفترة الماضية طبعا دي كان وصل 28,000 جنيه وخد 26,000 جنيه، النهارده وصل إلى 16 و15,000 جنيه، فبالتالي كان لزاما على تلك المخابز أن طبعا وتيسيرا على المواطنين تكون في تخفيض الأسعار. تمام. أنا سؤالي هتراقبوا إزاي التزام المخابز وهتراقبوا إزاي؟ أنا كمواطن مش هخش بميزان أوزن كل رغيف، فأنا عايز أعرف أنتوا أولا هل ده قرار إلزامي أم استرشادي وهتراقبوا إزاي؟ أشكرك على سؤال حضرتك يا أستاذة لميس. أعتقد يمكن طبعا زي ما حضرتك شفت القرار ممكن تعرضيه على الإعلان على الشاشة، يمكن حضرتك ينبغي على أن ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح زي ما حضرتك على واجهة المخبز بخط واضح، ده لا ما يقبل الشق او التأويل. يعني سؤالي بس، ده قرار الزامي لازم كل المخابز اللي بتبيع عيش بلدي او عيش فينو يكون اللي هو مش التموين يعني العيش السياحي يكون هذه الاوزان موجوده حتى لو في اوزان تانيه؟ بالظبط كده حضرتك، اعتقد لابد ان يكون ده قرار الزامي فعلا، بالاضافه انه بيعاقب عليه القانون اللي بيخالف تلك القرار يعني او التوجيه الوزاري. في عندنا حضرتك في عقوبتين رادعتين لهذا القانون، اولا مرسوم بقانون 163 سنه 50 وتعديلاته في الماده 9، وايضا القانون 281 سنه 94 ماده 2 اللي هي ايه؟ حضرتك دول القوانين اللي هي بيتم معاقبه المخابز اللي بتخالف هذه. بتعاقب بايه حضرتك؟ العقاب الاول حضرتك بحبس المده لا تقل عن سنه ولا تتجاوز عن 5 سنوات، وايضا بتقل عن 10,000 جنيه. كمان عايز اقول لحضرتك يمكن كمان بالنسبه حبس على طول كده ولا اغلاق المخبز ولا ايه؟ حضرتك بشكرك على هذا السؤال، هي طبعا احكام تدريجيه يعني تدريجي، فبالتالي ينبغي على ان يعني تبدا من حوالي 300 جنيه الحد الادنى، بيوصل ل 1000 جنيه لحد 10,000 جنيه. يعني اللي هيخالف هيدفع 300 جنيه حضرتك ولا ايه؟ الادنى، لا الادنى حضرتك يا استاذه لميس، فيها توصل حضرتك عندنا اللي هو المرسوم 163 سنه 50 وتعديلاته، دي الحد الادنى 300 جنيه، هتوصل لحد 10,000 جنيه، طبعا احكام متدرجه، كمان فيها حبس، كمان فيها اغلاق، كمان فيها مصادره. طيب يعني هتقدروا تراقبوا ازاي؟ مره تانية انا كمواطن مش همشي بميزان اوزن العيش، يعني القلق انه نبتدي بالاوزان منضبطه وتمام، واللي يبقى معانا ابو جنيه ونص 80 جرام واللي ب 40 جرام اللي ب 75 قرش وخلافه. انا بقى كمواطن بعد اسبوع احس بقى انه ايه الرغيف كش بقى رقيق
ما بقاش كويس، وكل مخبز بقى يبيع براحته. انت عندك ايه كام، 3000 مخبز مثلا على في انحاء الجمهوريه، عندك كام مخبز؟ انا عندي بالنسبه للقاهره ما حدا ما يخرج من 2000 بس حضرتك. تمام. اولا في تكثيف تواجد القاهره زي ما حضرتك تفضلتي من كافه الاجهزه المعنيه، عندنا رقابه مديريه التموين والتجاره الداخليه، الرقابه التموينيه، عندنا اداره العامه لمباحث التموين في القاهره ايضا، عندنا جهاز حمايه المستهلك كمان، ده العديد من الجهات الرقابيه والادارات التموينيه التابعه ليها. فبالتالي حضرتك بيتم تكثيف التواجد الرقابي على كافه المخابز الموجوده في انحاء القاهره، انا مسؤولا عن مديريه تموين القاهره، وبالتالي في ميزان موجود كل مخبز بيتم التاكد من الاوزان وايضا الاسعار الموجوده على واجهات المحل والالتزام اصحاب المخابز بها، وبالتالي كل من يخالف هذه القرارات او القوانين اللازمه للتوجيهات دي بيتم عقابه واحالته للموضوع للنيابه العامه لاتخاذ شؤون. شكرا استاذ ناصر ثابت وكيل وزاره التموين بالقاهره. نتمنى من المخابز انها تراعي الاوزان الموجوده. مره اخرى انا كمواطن مش همشي معايا ميزان، ومش همشي واقول له معلش وزنهولي على ميزان المخبز، مش هينفع، هتبقى فيه خناقات، لكن احنا بنثق في بعض، واحنا فاهمين انه يعني الظروف الاقتصاديه علينا جميعا، ولكن دلوقتي في انخفاض في اسعار الدقيق، فنراعي المواطن. ومع هذا الانخفاض لازم تنخفض التكلفة، وده اتفاق بين المخابز وبين وزارة التموين على ذلك. فنتمنى ان هذه الاوزان تبقى دقيقة على طول، مش نقعد اسبوع او اسبوعين كويسين واول ما الرقابة تتهاون شوية او ما يبقاش فيه ناس بتنزل تلف خلاص نلاقي الرغيف كش وصغر ولا يرى بالعين المجرده، ونبتدي بقى نتخانق هو ده الرغيف ابو 75، هو ده الرغيف ابو 75، ولا الرغيف ابو جنيه ونص، ولا الرغيف ابو 50 قرش. عايزين بس الدنيا تمشي كويسه، فنرجو من المخابز انها تراعي الاوزان، ونرجو ايضا ان الرقابه تكون موجوده بشكل حاسم وبشكل قوي.